Hallelujah. Hallelujah. كوفينيد سى أنغاريلي بان تشيغا. بروم لعند الشخص اللي حدك وقول له ما في شيء مستحيل. كابريل هريشتاغ مريمي هيت خوسات ادينا نوتين ميج مريمي نساف كيتسير تي استدزو همار انغاريلي بان تشيغا. الملاك جبرائيل هو عم بيتكلم مع مريم قال له بموضوعه او بحديثه معه انه عرفي انه ما في شيء مستحيل عند الله. غاريفور نيت مغتارنار. وكان في موضوع كتير مهم عم بيدور بيناتهم. هافاتكي متنولورد غار. وكان في جو من الايمان. هانتي ماناغان ووتش تشير. ما كان اللي عم بيحكي من باب التوبيخ. جشماريت هاستادوم منير. بل كان تاكيد حق. يا واسيغال شات غاريفور تاسه. وهيدا درس كتير مهم. وربسي منك سور بوكيم وستاهين. إنه نحنا نتعلم نوثق بالروح القدس. شادان كم هواداتسيال نرجع تصاحقين استانال ديروش من وجهة ورويدة وزوتيان باجاسونين. كتير من الأوقات المؤمنين بيفشلوا بأنه يحصلوا على شيء أو ينالوا من الرب مش لأنه عنده نقص بالمسحة. أبا كيدوتيان باجاسونين. بل لأنه عنده نقص بالمعرفة. شيء النار الله وريرنز جانكي مج وزوتيان باجاسلا. مش ممكن إنه يكون عنده نقص بالمسحة. يرب هواداتسيالنر وقت اللي بيكونوا هن مؤمنين يرب امن اوروا ديروج دواتس هاتس ودوغ مارتيك ان طالما هن الناس عم بياكلوا الخبز اليوم اللي الرب عم بيعطيهم اياه شادان كام ايرنس كيدوتشونا غتسكي ور ايرنك ارنن وكثير من الاوقات معرفتهم هي اللي بتساعدهم انهم ينالوا من الرب يتي اسفازاشونچ ميان غارتانك هاريفانسي غيربوف اذا قرينا الكتاب المقدس بس هيك بطريقه سطحيه ارانس اغوتيلو بدون صلاه ايسينن اغوتكي جيانكي يعني بدون حياه صلاه يف قام حاصنلو اين كيداكتسوتيان قام بورصاروتيان ور سور بوكيين وستاهينك او بدون الوصول الى هالادراك اللي بيدعينا بانه نوثق بالروح القدس شار امن تشانك بيدي اني وربسي خوسكين يدين كتنفو هوكين إبليس لح يعمل كل جهده حتى يغطي عنا الروح اللي موجودة وراء هالكلمات اللي عم نقراها. يتي أستدزو خوسك غارتالو أدين أنور يدين كتنفو هوكين منك تشغارنانك استانال بيت كيغات سيفوف. إذا نحن ما قدرنا أنه ننال أو نستقبل الروح اللي موجود ما وراء الكلمات اللي عم نقراها بكلمة الرب. ساقن الشاناقي السادانان شارة هاتشوغادزة أديغا مزمد زادسكيل هيدا بيعني إنه الشرير الشيطان قدر إنه يخفيون عنا أديغا إيركورزنة هيدا شغله بينغور انتاتيس چورس چورسي ميتشات هستاك كيريفي هيدا بكورنتوس الثاني 4-4 بيظهر لنا هالشي بشكل واضح أستدزو خوسكين بيراتز لويسين غبورتسي هيروبا هيل هواداتسيالة إنه العدو بجرب إنه يبقى المؤمن دائما بعيد عن نور الله. وربسي كريستوسي بارك إيرن هايتني تشلا إيرك يانكي بورتساروتيان ميت شمتنه. لحتى مجد يسوع ما يدخل إلى حياته ولحتى ما يختبر هالمجد. وربسي مارت هواداتسيالة أستدزو هيد بيت كيغات جيشت هرابيروتيان تشهاسني ولحتى الانسان والمؤمن ما يقدر يوصل انه يكون عنده علاقه صحيحه مع الله شغارنا هوكيوف هوكي استدزو هيت بيت كيغات هرابيروتيون اوننا وما يقدر بروحه يكون عنده علاقه صحيحه مع الله الروح ايس ميغا غاتشوغي انل انهواتنرون وهو بينجح بانه يعمل هالشيء مع غير المؤمنين باتيرب هواداتسيالنر كيدوتيون تشن اوننار يف غام كيد իրենց կարտածած խոսքին յեդին գտնվող հոգիով չեն ապրիր սնանիր اما المؤمنين وقت اللي ما بيكون عندهم معرفه كفايه يعني ما بيتغذوا من الروح اللي موجوده خلف الكلمات اللي عم بيقروها شافو مانونس كيانكين ميتشال هاتشوتيون غبيره الى حد ما الشيطان كمان بينجح يعمل هالشيء بحياتهم اوسيا تشورس فيتسغسه ايم ژողովուրդս քիդություն ճանանալուն համար فناتشينش يغاف. بهوشع 4-6 بيقول إنه شعبي هلك لعدم المعرفة. عن شوشت أنكين أيت أسوتيش سور بوكين أمين دساك تشانك جنة. أكيد من ناحية تانية الروح القدس اللي هو المعلم بيعمل كل جهده. ور خوسكين يدين كتنفوغ هوكين مزي هايتنة. لحتى يكون عم يعلن لنا عن الروح اللي موجودة بالكلمات. بنغورنتاتسيس 3:6 بدي غارتام لحقرا من كورنثوس الثانية 3:6 كسيت تارسيال انكنه ور ميز ارجاني
rav ellalu zaranere nor ughtin vor gabbats che kravor orenkin ayl surp hokiin vorovedev kravor orenke mahvan garachnorte minchter hokin gyank kuda الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي ինչ ցեւով գայտնե սուրբ ոգին մեզի խոսքին يدين كتنبوه هوكين ريمان كيف الروح القدس بيعلن لنا الريما يعني هالروح اللي موجودة ما وراء الكلمات يا برايت سنرق هوادان تي أمم ميك خوسك ور مارتين جيلي أنور تشورسكوما باد وادزي هوكي العبرانيين أو اليهود بيأمنوا أنه كل كلمة بتطلع من تم الإنسان هي مغلفة بروح أستفاد لايت أغوتيامب مزي غايتنا أستفاد شنشي ميج ومن نفس الطريقة الله بيعلن عن هالشي بكل بيعلن هالشي عن كلمته كابريل رشتا غابيدا إنشو أساف كتير تي أستدزو همار أنغاريلي بانشيغا ليش رئيس الملائكة جبرائيل قال لمريم إنه عرفي إنه ما في شيء مستحيل عند الله هنارين تارك مانوتيون ورغ غوتشفي لوغوس الترجمة اليونانية اللي اسمها أو اللي بتدعى لوغوس գսե որովհետև այդ ըստված խոսքերեն ոչ մեկը անգարելի պիտի լա աստծո համար بيقول انه لانه هالكلمات اللي انحكت ولا وحده منا راح تكون مستحيله عند الله او غير ممكنه ուրեմն այս համարի մեջ են առաջին բանը որ մենք պետք է հասկանանք فازن اول شغله لازم نفهمها من هالايه թե անգարելին գարելի դարձնելու պատասխանատվությունը մարդունն է եւ ոչ թե աստծո انم المسؤوليه لتحويل الغير ممكن الى ممكن هو مسؤوليه الانسان ومش الله քանի որ երբ հարց կուդար մարիամ հրեշտակապետը հստակացուց թե աստծո համար անգարելի բան չկա այդ մասին մի խոսիր لانه وقت اللي مريم كانت عم تسال الملاك الملاك وضح لها انه بالنسبه لله ما في شيء مستحيل فاذا ما تسالي عن الموضوع انتارا بس երբ մենք հարց կուդանք մեր դգարության մեջ բանիը բացադրությունը չունենալով արդահայտվինք وعاده نحن وقت اللي بنكون عم نسال بنكون عم نسال لانه في شيء ضعف فينا نحن ما عندنا جواب له պետք է մեګه իր շրտներով համարձակությամբ արտասանե աստծո խոսքը լոգոս խոսքը لازم الشخص يكون عنده ثقه هو عم بيعلن كلمه الله اللوغوس արտասանե հրճագե ֆիզիկական նյութական այս աշխարհի մեջ لازم يعلنها ويطلع من شفافه بهالعالم المادي եւ այս աստված գուզե մարդիկ որոնք խոսքը հրճագողներ են والله بيريد انه يكون في ناس بتعلن كلمته համարցակորեն հրճագողներեն يكونوا ناس معلنين بجرأة իրենց ներքին փորձարութենեն մղված բայմ դարբեր պայմաններու մեջ հայտարարողներ են ու ناس معلنين من داخلهم من اختبارهم الداخلي երբ կգարտանք Եզեկիել 22:30-ը وقت اللي بنقرا بحسقيال 22:30 هونգ դեսնենք աստված մարդ մը կփնտրե մնշուֆ انه الله عم بيفتش على انسان որ փոսին խրամադին մեջ կենա يقدر يوقف بالثغره قاودام تدير بوسلت سنوغ مارت شير بندرير انا بامن انه الله مش كان عن جد عم بفتش على حدا يوقف بالفراغ ابا خوسك համարցակությամ արդասանող մը գփնդրեր بل عم بفتش على حدا يكون عم بيعلن الكلمه بكل جراه كريته هينغ داغاراني انتاتسكين بولور ماركارينيرا այդ կորձը ըրաձեն بالاجمال كل انبياء العهد القديم قاموا بهالدور ميكوكي ամբողջ ժողովրդին համար գեցած է աստծո արչև كان دائما يكون في نبي واحد يوقف قدام الرب لاجل الشعب كله ձեզ գերած է ադոր համար հալածված է ադոր համար փանդարգված է ադոր համար كان ياكل قتل لاجل هالشيء يضطهد لاجل هالشيء ينسجن لاجل هالشيء բարձորեն ինքը այդ փոսը լեցուցած էր աստծո դվածը ժողովրդին անցնելու համար ولكن بكل بساطه كان يوقف بهالثغره يسكر الفراغ حتى ينقل اللي الله عم بيعطيه للشعب ունարենի մեջ երկու բարեր կորձացված են խոսքին համար باللغه اليونانيه في كلمتين اللي هن بيعنوا الكلمه اراتشينا لوغوس اول كلمه هي لوغوس اسواتس بان واللي هي الشيء المقال أستاذو سيردين أرداهايدوتيونا واللي هي تعبير قلب الله أستاذو تادوغوتيونا هو حكم الله يوانور ترتابات جارنر مغومنر وكل دوافع قلبه وربس أستاذو خورورتنر أمبوغتشوتيامب
وكل افكار الله او اجماليه افكار الله كلها است انزي որ աստված աշունչով կրնանք տեսնել աստծո խոսքը փանը. بالنسبه لي اللي بنشوفه بالكتاب المقدس هو اللوغوس كلمه الله. երկրորդը ռեմա բառն է. الكلمه المستخدمه الثانيه هي ռեմա. այն ինչ որ խոսված է كل شيء محكي كرواتس خوسكين համարցակությամ արդասանությունն է. وهو الاعلان الجريء للكلمه المكتوبه. ուրեմն լոգոս كرواتսն է որ աստծո միտքը եւ խորհուրդները կներկայացնի. فاذا اللوغوس هو كل شيء مكتوب وبيمثل افكار الله. որ բոլորս գգարտանք աստվածաշունչեն. ولي نحن كلنا بنقراها من الكتاب المقدس. فاز ريمان اما الريما ايت خوسك ارداسانيل համարցակությամբ هي اعلان هالكلمه بكل جراه يوانورا مارغاريفور مينچ մենք կգարտանք սուրբ ոգին մեր գարտածած խոսքին յեդին գտնվող հոգիով մեզ նորոգե. فبالتالي ضروري انه وقت اللي نحن بنقرا الكتاب المقدس نكون عم نتجدد بالروح اللي موجوده خلف هالكلمات اللي عم نقراها. مينچ մենք խոսք կգարտանք نحن وعم نقرا الكلمه առաջին հերթին արդոնենք որ այդ խոսքը ինչ որ ալգսե մեզի ուղվի. بالمرحله الاولى لازم نسمح لهالكلمه شو ما كانت اللي عم بتقوله تكون عم تتوجه لنا. մեր ցանկի փարարանին մեջ թարգմանություն ունենա դիգա. ولازم يكون في لها تفسير حقيقي بحياتنا او باموس حياتنا. خوسي مخكيس لازم تتكلم الى خطيتي. خوسي سخاليس تحكي عن غلطي. خوسي جيركيس تحكي عن شهوتي. خوسي ցանկիս մեջ գտնվող զանազան բաներուն լավ կամ ոչ լավ. وتحكي عن كل الاشياء اللي موجوده بحياتي ان كانت جيده او سيئه. يس باتسل لماش ճշմարտության ولازم اكون انا منفتح لهالحقيقه وربسي سكسيم مارزل انسس خوسكين يدين كتنفوغ هوكيوف سنانيلو لحتى اكون عم مرن حالي باني اتغذى من الروح اللي موجوده خلف هالكلمه ليش تصورا مارشادان كم قدسنك مارتيك ور اسفازاشونچ كوت سورفازن هافانابار ولهالسبب بالضبط مرات كثير بنلاقي ناس هن يمكن حافظين الكتاب المقدس تيرفس خوسيلو ادن ازمي كيزمي اويلي هامارنر گرنام پيرل دغ دغين هامارنره ويمكن بحديث ممكن انه يذكروا الايات المقدسه اكثر مني ومنك بس ميان كناتادوتيان هاماره يي ووچ تي هوكين ارازن ولكن بيستخدم هو بس للانتقاد ومش حقيقه عايشين روحها انا راما نوينيس يرب وزنك هاماتساينيل انسين هيك չեն կնար համացայնել ուղագի հագասություն կտեսնենք ولهالسبب حتى ان جربنا انه نحن نتفق معهم بنلاقي انه ما عم نقدر نتفق بس بنلاقي في عدوانيه من قبلهم يبرايرني ميج بارر بار ديفارين بارنه بالعبري كلمه كلمات او الكلمه اللي بتعني كلمات هي كلمه ديفارين որ կնշանակի բարեր եւ բաներ اللي بتعني كلمات وبنفس الوقت اشياء ոչ միայն բարեր հաբա նաեւ բաներ فاذا مش بس بتعني كلمات بل بتعني كمان اشياء այսինքն եթե փամ գուզես պետք է բարեր կորցածելով խոսիս ու ասես يعني اذا انت بتريد انك تحصل على شيء ما لازم تعبر عن هالشيء بكلماتك وتطلب ուրեմն փամը ստանալու միջոցը խոսելեն կսկսի فاذا الوسيله للحصول على اي شيء بتبتدي بالكلام اسիկա նման է մեր դիրոջ կորձին որ ծննտոց մեգեն գտեսնենք որ դերը խոսեցավ եւ ստեղծեց وهيدا مثل عمل الهنا اللي هو بالبدايه وقت اللي خلق بالكلمه ինչ կան հասկանանք ներքնաբես սկսպունքը وعلى قد ما نفهم هالحقيقه بداخلنا այնքան ավելի հստակ իսկական եւ հասկանալի պիտի դառնա մեզի համար على قد ما رح تصير حقيقيه وقابله للتطبيق بحياتنا King James եւ հունարեն բնակիրի համեմատական ուսումնասիրությունը ցույց կտա وقت اللي بنبحث وبندرس بالترجمه الكينج جيمس وباللغه اليونانيه الاصليه بنلاقي Lucas 1:37-ի համարը որ մենք գարտացինք بالايه اللي هي بلوقا 1:37 اللي ذكرناها قبل شوي ورغسه استذو համար փամ անգարելի բիդի չլա واللي بتقول انه ما في اي شيء غير ممكن عند الله հունարեն բնակիրին մեջ համարի մեջ հիշված փանը փարը գոյություն չունի չկա արդեն باللغه اليونانيه الاصليه الكلمه اللي مترجمه as لا شيء
الحقيقة منا موجودة باللغة الأصلية. إيرغانوتيام إتميان ترفازة وتش بارا أنا المياتزة دعارنا بارين. وبالحقيقة اللي مستخدم هو لا ومربوطة بكلمة ضعف. ورمن ميتك أين ور بدي تش دعارنا ورمن إنش فانا جرنار دعارات سنل. فاللي اللغة الأصلية عم بتقول إنه ما في شيء ممكن يضعفها، فإذا شو الشيء اللي كان ممكن إنه يضعف هالكلمة؟ يتمك نبانك هنارين بناكيرا اسمه بارار بار. إذا بدنا نترجم اللغة اليونانية الأصلية حرفياً. اسمه بدي يلرنا خطأ كانت الجملة لح تتكون كالتالي. وش مك خوسك ريما. ولا أي كلمة ريما أيسينكن خصوات خصك يعني كلمة مقالة معلنة بدي بناف دعارنا لح تضعف أيسينكن زورتيونا وجه قام أصدتيونا غورسنسنة يعني لا قوتا ولا قدرتا ولا تأثيرا لح يضعف يرب قداس أصدتزو وقت اللي بتسلمها لأ الله أيسينكن جت ناس زين أستاذ سيركين ماتش يعني وقت اللي بتضعها بإيدين الله ورين بناكير أي سبيس كاردس كارت باتصدرات فإذا اللغة الأصلية كأنه عم بتقول التالي وش مك خصوات أردا سانوات خص ما في أي كلمة معلنة بدي دعارنا لح تضعف زورتيونا وجه قام أستاذ غورسنسنة وتخسر قوتها وقدرتها وتأثيرها يتتون تنز زين أستاذ سيركين ماتش إذا أنت وضعت هالكلمة بإيدين الرب ورمن تونس ورغ خوسيس ريما خوسك يا ووتش تي اسفاتس فاذا انت اللي بتتكلم بكلمه الريما ومش الله منك تشينك نار اغنغاليل ور استفاتس انك خوسي ريمان ما فينا نحن ننتظر من الله انه هو يعلن الريما هافاداتسيالنر ايرنس ميت باباكن هافانابار انغيلز باباكوفال المؤمنين بسبب رغبتهم اللي صادقه كثير من الاوقات شادانكم غسباسن ور سور بوكين هادوك ديغيم ميت ايرنس ريما خوسك مدا بينتظروا مرات انه الروح القدس يحكيهم او يعطيهم كلمه ريما اسيغا هافانا بار ايرنس اندار بيروتيونا ايرنس زولوتيونا ايرنس كيدوتيان باغاس غنيدن سورفوكين ورا وهيدا ممكن يجي من سبب من كسلهم من اهمالهم او حتى من عدم معرفتهم وبحطوا الحق او بحطوا المسؤوليه على الروح القدس باتيت ايرنس اروريك انترتسوم نيرون انتاتسكين وارجوين ريمانير ارنل خوسكين يدين كتنوغ هوكين ارنن يف كرن ولكن اذا تعودوا انه خلال قراءاتهم اليوميه للكتاب المقدس ينالوا الروح اللي موجوده ورا الكلمات يعني الريما واذا كتبوها بديس كسين بورصارا بار هاسكنال تي ريمان منك خوسينك يا ووتش تي اسفاتس رح يبلشوا يفهموا باختباراتهم انه الريما هي اللي نحن بنعلنها ومش الله وريمان ادور هماره ور كيزي كرواتس يف ارتسانا كرواتس لوغوس خوس كدواتزه فبالتالي الله عطينا الكلمه المدونه اللي هي اللوغوس وربسيتونا ديغا هرتشاغيس ارداسانيس لحتى انت تاخذها وتعلنها يف اسفازا شونش ايت ميغيتش سيرميزي رومايتسيس 10:17 ميتش ومش هيك بيقولنا الكتاب المقدس برومية 10:17 تي هافات كوكا خوس كغارتالين انه الايمان بيجي من الكلمه ان كزي دوادزي لوغوس تون يلن بيدي داس كام بارساتسنس ريمان هو عطيك اللوغوس وانت عليك انك تعلن وترفع الريما ورمن انشبس سينغ لوغوس ايس دغي ميتش انور ميتكين يف خورورت نيرون ارتسانكرواتس بارينن فاذا مثل ما قلنا اللوغوس بحسب هالمقطع هو مجموعه افكار الله المدونه انور زادزوك ميتكيره خورورت نيره وهي يعني أفكاره وفكره المستور لله. يف ريمان همارتساك يف إنك نافستا هواتكي بارينن. والريما هو الكلمات كلمات الإيمان المعلنة بجرأة. ورونج بيتك أرداسانفين. اللي لازم. هرتشاغفين. لازم إنها تنعلن. نشو؟ ليش؟ أستاذ زميت كير نبادك نير يف خورت نير أردا هيدلو يف إيرا جانات سنلو أمر. لحتى نكون عم نعلن أو نظهر أفكار الله أهداف الله ولحتى نكون عم نحققها. أستاذ عشان شو قصد دير بان ما تشنر نخكان إير ماركارين السلة. الكتاب المقدس بيقول إنه الله ما بيقوم بأي شيء أو ما بيعمل أي شيء قبل ما يعلنه لنبيه. يف قدستنك أنت هارا بس أستاذ ماركارين ميتشوتساف قهر تشاجي يف قادره انشور بيدينه ومنشوف انه عاده الله كان دائما يحكي او يعمل العمل اللي بده يعمله من خلال النبي ورمن شات غاريفوري ايس سيف جانشنانك
فبالتالي ضروري كثير انه نفهم هالطريقه يرب كان بورصارا بار ايس سيفه ورتكرلو وقت اللي بنجرب انه نستخدم هالطريقه باختبارنا يرب بورسين مير انص ايس سيف مارزلو ونجرب انه نمرن ذاتنا بهالطريقه مين كوانا بار ميتس بايكار غونناك نيرتنابس على الارجح رح يكون في عندنا صراع كبير بداخلنا وروبيديف لورج هيغاشرتشوم غننك مير انسن نيرس لانه بنكون نحن عم نعمل انقلاب بداخلنا يف شادان كام ايس هيغاشرتشومن غتصانسانانك قام قباردفينغ قام قهراجارينغ يت مير سوفوراغانينغ تارنان ومرات كثير نحن بننغلب من هالانقلاب او من هالصراع اللي عم نعمله وبنرجع لعاداتنا القديمه يف انيغا باتشار غتارنا ور سادانان افيلي يف افيلي اير خافيرا افيلسنه هوكيفور غيانكين ورا وهيدا بخلي العدو الشيطان يقدر انه يغطي بغطاءات اكثر واكثر على حياه ايماننا يب اديغا تسكيف ور فيرتشاوروتيان هوكيفورنر ساماناباك هوكيفور جيانكابرين ووتش استواذاشنچاغان وهالشي بخلي المؤمنين يكونوا عم بعيشوا حياه ايمان محدوده ومش حياه ايمان كتابيه يب انورا مار انتارابيز گدسنك بولور مشاغويتنر ايرنس هوكيفوروتيون مشاغويتي زاتسكوتسين داگ گابرين يب ووتش تي اوژه تسيرك بيرازن مشاغويتنر پوخيلو ولهالسبب بنشوف انه بكل الحضارات بكل السقافات المؤمنين عاده بعيشوا تحت غشاء او تحت غطاء سقافتهم ومش بيكونوا هن اخذين قوه الله وعم بغيروا در ایرخوس که دواد زدن ایرمت کین میچ میر با متیان هماتساین گمدادر. وقت لی الله کن عم بیعتی کلمتو کن بفکر عم بفکر بحسب تاریخنا بحسب قصتنا. آنیگا یرب خوس که دواد گاگنگالر ور خوس که میر گیان کین میچ میر میچوتسا بدوخ پره. وقت لی عطینا الکلمه کن عم بتوقع انه هالکلمه تكون عم تعطی ثمره بحياتنا. يسعي 55 داستن مگی میچ استعاتو صادیگام ازی. و به اشعیا 55:11 وضح هالشی. خوس کس انصری بسه اینزی بی دیچی تارنا مینچه ور ایران غرگلوس نباداگ ایراگاناتسنه بيقول انه كلامي مثل المطر وما بيرجع لعندي فارغ الا ما يعمل اللي انا اسر به Եվ հետևաբար այն խոսքը, որ Տերը մեզի անցնեց, գագնգալ է, որ այդ խոսքը մեր միջոցով, մեր հավատքին միջոցով բդուղ բերե։ Ու բտելի الكلام اللي الرب عطينا اياه بيتوقع منا انه او بيتوقع منه انه هالكلام يعطي ثمره بحياتنا։ Գարդես մենք բարձբան ենք մեզի հուն դվաձե, ասած եք քացեք եւ ցանեցեք, որպեսի բդուղ բերե։ كأنه نحن زارعين والرب عطينا البذار وقالنا روحوا وزرعوا انت حتى يعطوا ثمر։ Բայց մենք գրնալ լալ ամեն մեկս մեր գարկին պատճառը որ տեքրացենք եւ այդ պատճառը դալով գսենք որ ինչու չցանեցինք ولكن كل واحد منا بدوره ممكن يكون عنده اي عذر لحتى ما يعني يبرر لحاله ليش مش عم بيزرع استفاز شونچين سكيسبه منچيف ورچ ديروچ خوسكيره سادانان انتامالويتس انيلو համար դրված է من بدايه الكتاب المقدس للنهايه كلمات الرب اعطيت حتى تحد تعيق الشيطان انور كورزيره تاتريتسنيلو համար դրված է حتى تنهي اعماله انور امر اي هوفانو 3:8 մեջ կգարտան أستاذو ورتين أشخاص يقابور بس يصادناهم كورزرون ورتشتنا. ولهالسبب بيوحنا الأولى 3:8 بنقرأ إنه ابن الإنسان إجا حتى يحط حد ينهي أعمال الشيطان. أنا رامار بغوص غوص أتيس يرجو داستينجي ميجكسة خايدارق رافاروتيانا دين. ولهالسبب بكولوسي 2:15 بولس بيقول إنه الرب أشهر الشيطان جهارا. وبيقول إنه جرده من أسلحته يعني بطل في بإيده أي سلاح. ماتيوس داسنيرغو كسانوتي ميچ كهايتنة تمنك بيت كه غابينك أيت زوراور شار مارت وردونين ميچنة. وبمتى 12:28 بيعلننا إنه نحنا لازم نربط الرجل القوي. ինչոր մեր ցանկերան ներս գտնված օդար իշխանությունը գաբելու իշխանությունն է اللي هي السلطان اللي نحن عنا اياه حتى نكون عم نربط كل سلطان غريب بحياتنا դերը գխոստանա թե այն ցևով որ իր ցերկերում մեջ գտնենք հավատքի խոսքը ինքը այդպես պիտի բահե անիգա الرب بيوعدنا بانه بالايمان اللي نحن بنوضع فيه الكلمه بين ايديه بنفس هالطريقه هو اللي حيحفظ هالكلمه եթե զորավոր գերբով խոսենք զորավոր գերբով ալ պիտի մնա اذا نحن تكلمنا بقوه رح تبقى الكلمه بقوه
Եվ ինչպես հիմա համարը ասինք Անիգա պիտի կորձատրե այն բանը, որ ուն համար խոսքը ղրգված էր. Ու մثل ما قلنا بالآيه انه هالكلمه رح تعمل العمل اللي هي ارسلت لاجله. Անոր համար երբ դերը գսե ուր որ երկու օքի իմ անունից վրա համացայնելով խնդրեն ինչ որ ուզեն պիտի դրվի. ولهالسبب الكتاب المقدس او الرب يقول بكلماته انه كل ما اثنين اجتمعوا باسمي وطلبوا اي طلب رح يعطى لهم. Տերևսին փորձառությունս եւ քու փորձառությունը շատ մտեղեր այսօր հագարակ խոսի. يمكن اختباري واختبارك بكثير من الاوقات يتكلم بعكس هالشيء. Արչոք մեր գեցվածքի ինչ պիտի լա. ولكن شو رح يكون موقفنا بهالحاله؟ Մենք մեր հավատքի գյանքը ռիսետ պիտի դնենք կամ փոխենք հերացայմը փոխելու պես. هل رح نعيد برمجة إيماننا أو رح نغير إيماننا مثل ما بنغير تليفوناتنا؟ وشتي أستاذو خوسك بدي باهنك مير سردي ميتشي بدي بورتسينك أيت أودار ميتك يبسكاتسو ما يراتسنا أو بدنا نقرر إنه نحافظ على كلمة الرب بفكرنا وبحياتنا ونبعد كل فكر غريب عنا. مينش منك أغوت كيس كسانك يرجو شابتي أورا وقت اللي بلشنا نصلي ابتداء من نهار التنين يس كسكاي وردير أشخادانك مقداني أنا كنت عم حس إنه الرب عم بيعمل عمل يركوا أعود كن يد كشاد زانر أسبس تانسر موتما وراسك جنشر من بعد صلاة امبارح كان في هيك مثل ظلمة كتير كثيفة عم تضغط علي بافاغان اودار يف داروري ناغير كانت غريبة ويعني مش معود عليها يف انيغا سكساف ات سكاتسوما سكساف استتزو تيم انكام خوسكر أرداسانيل. وهل مشاعر بلشت حتى تتكلم ضد الله؟ أشين نونيس إيم قام كيس أنجاخ يزجس كامات خوسكر. يعني حتى بعكس إرادتي أو بضد إرادتي أنا كنت عم بشعر بهالكلمات. أي صور أردو يرب يجايف قاغوتي. واليوم الصبح وقت اللي جيت وعم صلي. دقافي نونيس كاتشومي فيجاجار. كان بعده نفس الشعور ونفس الحالة. كيشم داروريناك يب أدار بامنة ورديرات زير يبس إيران هن. لو փորձառությունը ուղագի օրեն չունեի այդ բահուն ու كان شيء غريب وغير اعتيادي سيد علي وانا ما كان عندي الاختبار اللي بخولني اني انا اتخلص منه كيداي وراسيغا اوداري وسيرمي زوراورم انا كنت بعرف انه هالشيء غريب وانا اقوى منه بس بارزورن شيء غير نارازادي ليرمي ولكن ما كنت عم بقدر اتغلب عليه او اتخلص منه اي سينغن انك ديرازر يعني هو اللي كان سيد բայց ես շարունակեցի ներծումս ولكن انا كملت بقراءتي եւ ուր որ լեզուներով գրնայի խոսիլ խոսելու սկսա ու بكل وقت كنت بقدر اني اتكلم بالالسنه كنت عم بتكلم بالالسنه հատկապես ես իմ անձս հրաժարեցնել գուտայի այդ իմ վրաս դիրող միտքեն եւ սկացումեն وانا كنت عم بخلي نفسي تتخلى عن هالمشاعر اللي عم بتسود عليا միտքս եւ սկացումներուս վրա եղած ճնշումը երկուքն ալ գցկե որ հրաժարին ասկե إن كان فكري وإن كان مشاعري كنت عم بجبرهم إنه يتخلوا عن هالمشاعر. هانس نيفيلوف أستدزو قامكين أرتاروتيان إفسرفوتيان. وكنت عم بستسلم لمشيئة الله لبره ولأداسته. يف كيتشيت هوكين خوست صابي بس سكسا دسنل. وبعد وقت الروح تكلم معي وبلشت تشوف. صاف جامانجي انتاتسكين هواداتسدالنرون جانكين ورا تشنامين خافير ترازي. قال لي انه مع مرور الزمان العدو بصير يحط غشاءات تغطي حياة المؤمن. صاف ور ترازن. انه العدو حاطط على المؤمنين غشاءات عم بتغطي حياة الايمان يف هافاداتسيالنر اسكسادزن ابريل ايرنس هافاتكي جيانك ايت ايرنس ورا ترواتس أرستاغين هماتساين وهالمؤمنين صاروا عم بيعيشوا حياتهم بحسب السقف اللي العدو حط لهم اياه يبا ديغا ايرن سوفوراغان جيانك تارتساف وهالشي تحول الى حياتهم الاعتيادية اي لبس ايرن سامار دي روتشمن بجشكوتيون استانالا اينكان غاريور باما تشندسنر وصاروا يشوفوا انه نيل الشفاء من الله بطل شيء كتير مهم دي روتش ارتشيفا اغوتكوف արցունքով գնալը իրենց համար այնքան էլ կարևոր չի եղած ու صار الوقوف قدام الرب حراره او ببكاء بالصلاه بطل شيء ضروري այդ արաստաղին դակ վարժեցուցած են իրենք իրենց ապրիլ غارك مباردة كانوتشونيروف يف كهونات بس كانادو. عودوا حالهم يعيشوا ويقوموا ببعض الوجبات تحت هالسقف ويكتفوا فيها. بس نوينا دين أي سوادات يالنرون جانكي مج أي بانان كأولي شات سادة كان شنورا كانوتشونا أرستفاد. ولكن بنفس حياة هالمؤمنين بتلاقي إنه اللوم صاير أكتر من الشكر تجاه الله. يف مينش
ես գաղոթեի եւ այսպես գհանցնվեի հրաժարելով այդ ճնշումեն وبينما كنت انا عم صلي وعم بتخلى عن هالضغط اللي علي ոքին ինձի հայտնեց այս շաբթվա մեր աղոթներուն նպատակը الروح اعلن لي هدف صلواتنا خلال هالاسبوع եւ մասը հայտնելով եւ մասը այսպես գտեսնեի ինչպես այդ խավը մութ խավը գսկսեր բادرվել եւ մտնոլորտը փոխվիլ ու كان شوي اعلان وشوي شيء انا عم شوفه كنت عم شوف كيف هالغشاء اللي حاطته الشيطان بلش يخترق ويختفي այսինքն չանկի բեք չգար հաղթելու يعني ما كان في حاجه لاي جهد لحتى نكون عم ننتصر بدك استاذ خوسكين وستاهر եւ հրաժարենք մույսեն որ շատ քեշ կսկացնե կամ զորավոր դիրաձե كل الحاجة هي الثقة بكلمة الله والتمسك فيها والتخلي عن الضغط اللي سايد. ورمن ميردر أمن إنش رادة وربت كأنر. فإذا ربنا قام بكل شيء لازم ينقام فيه. مزمع قنقال في ور من نولورد بوخنك. وبيبقى علينا إنه نحنا نغير الجو. بيرنك أنور من نولورد. ونجيب الجو اللي هو صنعه. يبقى أنور من نولوردين ماتش. ونكون عم نعمل ضمن الجو الروحي اللي هو عطينا إياه. خوسينك همارتساك يف إنك نافستها أرانس دادانيلو. ونكون عم نتكلم بكل ثقة وبكل جرأة بدون أي شك. إسك أستاذو بارداغانوتيون نه باهيل هواتكوف مير أساتس خوسكرة. أما دور الله هو إنه يكون عم بحافظ الكلمات اللي إحنا عم نقولها بإيمان. يرب أستاذو خوسكتون همارتساك ورين غارتساغيس وقت اللي انت بتعلن او بتطلق كلمه الله بكل جراه اين خوسك ور نيرسيتيت سوربوكيوف سنون تارتساجي هالكلمه اللي هي تحولت لغذاء بداخلك اي لو شط جوار بيد الله ور ساتانان ير خوسك وننا وقت اللي بتعلنها الشيطان ببطل عنده شيء يقوله بوجهه ايت بس بيد الله ور انش ور سرديت ميچ تون استاتسار وبيصير انه كل شيء انت نلته بقلبك جانتسار بورتساروتيام وكل شيء اختبرته ارداسانس بتعلنه بدوغ بيتسنس وبتشوف ثمره ինչպես կգարտանք փեն գորնտացիներու գրված նամակի մեջ مثل ما بنقرا برساله كورنثوس الثانيه այսինքն ովև է մեկը որ իր սրդի մեջ գհավատա գարտարանա եւ երբ Պերանով խոստովանի կփրկվի انه اللي بيامن بقلبه بيتبرر واللي بيعلم بفمه يخلص ուրեմն անիչոր մեր փորձառությունը գա ներքնաբես եւ մեր շրթունքները նաեւ գխոսին մենք պիտի որ փրկությունը վայելենք يعني كل شيء عندنا يا باختبار بداخلنا ومنعلنه من شفافنا رح نبلش نختبره او نشوفه عم يتحقق սադանան միան արիթունի գարտացած ադենս եւ գարտալես իդ մինչեւ արդասանելու ժամանակ فاذا فرصه الشيطان هي بس انا وعم بقرا او من بعد ما خلصت قرايه وبعد ما اعلنت արդասանելեն իդ այլևս ինքը անտամալույց եղավ չի ولكن من بعد ما اعلن هو بيكون انشل إن قابلت سوا إلى بس شيء غير هو بيكون انربط وبطر قدر يعمل شيء. هذا بحر قاره ورا ور من خصك وش ميان قرتن كبادور يدين كتنبه هو كيوف زينفينغ. فبالتالي ضروري كتير إنه نحنا مش بس نقرأ الكلمة بل إنه نتسلح بروحه. إنش بس سينك يرب وشاطر تيام ناينك أيس همار نيرون ورون قرتن مثل ما قلت إنه وقت اللي مننظر لهالآيات بدقة. مريم هرشتاغين باداسخان مدواف منشوف مريم عطت جواب للملاك يف قدسنس ايسبس فور انك غارزس ناماغا هاسكتساذر ير باداسخان مدواف وكانها هي فهمت الرساله وقت اللي اعطت جوابها غارزس انك هرشتاغين خوسكين يدين كتنوغ هوكين نقادي أرازر. كأنها هي أخذت بعين الاعتبار الروح اللي واقفة وراء كلمات الملاك. يرب رشتاغ يرنسا وچمك ريما. وقت اللي الملاك قال له انه ولا ريما بدي دغارانا وجور سنسنه رح تضعف وتخسر قوتها يير تونتنز زين استاذو تركي ميت وقت اللي انت بتضعيها بايدين الرب مريم امي تشابس ساف مريم فورا قالت اها يس ديروج اخينم كو سازيت بس توغل لاينزي هو ذا انا امه الرب ليكن لي كقولك و هرشتاغ انور كوفن كناتس والملاك مضى من عنده այդ բահանը որ ինքը արդասանեց باللحظه بهديك اللحظه اللي هي اعلنت انيغا اسكيسپنر իր հղության هيدي اللحظه كانت بدايه حبله هانسنراف اللال فرգիչին մայրը لانه هي اخذت على عاتقها ان تكون ام المخلص եւ ճիշտ այդպես գագնգալվի
որ մենքալ մեր դրամապանութենեն անթին գարենանք խոսքին այո սել եւ հրճագել ու بنفس الطريقه بيبقى علينا انه نحن كمان نكون عم نعلن بالايمان الامور اللي هي فوق منطقنا مريمի պատասխանը իր դրամապանութենեն անթին էր جواب مريم كان شيء فوق منطق البشري մտքին ըմբռնելու կարողութենեն անթին էր كان اكثر من قدرته على الاستيعاب սահմանապակումներեն անթին էր كان اكثر من كل حدوده անիգա համարձակությամբ եւ ինքնավստահությամբ խոսեցավ հոր գամքին համացայն ولكن هي اعلنت بكل ثقه وبكل ايمان بكل جراه مشيئه الاب الى حياتها ինչոր գուզեր աստված իրեն համար كل شيء الله بيريده لاجل حياتها ուրեմն դիրոջ բաժինն եմ հայտնել մեզի իր ծածուկ խորհուրդները նպատակները فاذا دور الله انه هو يعلن لنا عن افكاره المكتومه մեր բաժինն է համարձակությամբ խոսիլ ու դաուրնա انه نعلنا بكل جراه երբ կաս համարձակությամբ խոսելու بيد սկաս մարդկայինդ ու وقت اللي تجي لحتى تعلنها بكل جراه لحتشعر بضعفك البشري չգերդված չմարզված դգարությունդ لحتى تشعر بضعفك اللي هو بعده مش ممرن على الايمان ինչպես մեګه որ երգար ադենե մարզանք չի հրած հանգարց իր մարմինին շալգելեն զորավոր մարզանք կնե եւ մարմինին վրա երկրորդ օրը բավական ցավեր ունենա مثل اللي بيكون له فتره طويله مش عامل رياضه وفجاه بيحمل شيء كثير ثقيل بالوقت الرياضه وثاني نهار بحس باوجاع بعضله եւ հավանաբար մենք սկանք այդպես ويمكن نحن كمان نحس بنفس الطريقه لاف تشيفي որ մեր մեջ բահված խապեփան գիտնանք ինչպես ծածկվերը ولكن هاي طريقه كثير منيحه حتى هالمخادع اللي متخفي بحياتنا نكتشفه որովհետև երբ մենք մանավանդ հավատացյալներս երբ գտեսնենք մեր ներսիտին ծածկված թշնամին թագարդը կամ ինչ որ դրած է لانه نحن المؤمنين وقت اللي بنشوف الفخ اللي ناصبه العدو بحياتنا انور ورا իշխանություն ունենանք بصير في عندنا سلطان عليه դերևս ամեն մարդ այդպես չլա բայց ընդառաջ նույնիսկ ոչ հավատացյալներ երբ գտնեն սխալը ինչ է անոր لزومين همار كايل غارنر يمكن مش الكل ولكن حتى غير المؤمنين مرات وقت اللي بيكتشفوا شو هو الغلط بصيروا قادرين انه يتغلبوا عليه يتكزي سواد استوزو خوسكنه واذا الكلمه اللي عم تقال لك هي كلمه الله همار تساغوتيام پرچاگه علنا بكل جراه يتكزي سواد استوزو خوسكه چه مورسير ميرچاگه واذا الكلمه اللي عم تقال لك منها كلمه الله انسيها ديريسوس كسه وستاه يغيك يسوع الرب يسوع بيقول لنا ثقوا اوفر ايس ليرانسه انه اللي بيقول لها الجبل يل يف زوفينجر قوم واعب البحر يف يت متكين مت شداراغوسي واذا ما شك بفكره هختت انور يعني اذا انتصر على الشك ال هافادا تي ايرساز بيديلا واذا ايمن انه اللي عم بيقوله رح يصير يت نغاديس هافاتكي امنا بارتسر جاماناغيت ميتشال اس غاسكاز كبورتسي مودينال فاذا اذا بتلاحظ انه حتى باعلى بقمه اوقات ايمانك الشك رح دائما يجي يجرب يتي هاختسانور يف هافاتكوف خوسيس واذا انت قدرت تنتصر عليه وتتكلم بايمان استدزو تشيركين ميتش ترير بتكون حطيت الموضوع بايدين الرب شاروناغي سيلو انش فور اس بدي قداروي والايه بتكمل بتقول انه اللي رح يقوله رح يصير رمن يورتون جيشت غيربوف لارفازس كو سازت قداروغا يعني وقت اللي انت بتكون واقف بايمان صحيح او بموقف ايمان صحيح رح تلاقي انه في مين يحقق اللي انت عم بتقوله في كلمه تقال كالتالي وتشتي بانيرا مير وزاتزنيرا تجوارن سيلوف تشينك համարցագիր نحن مش ما بنتجرأ لانه الاشياء اللي عم نطلبها هي صعبه علينا հաբավորով եթե չենք համարցագիր դժվար է بل هي صعبه لانه نحن ما بنتجرأ ոչ համարցակ ոչ հոգևոր համարցագությամբ ապրիլը ցկած է որ հարցերը այլևս մեզի դժվար թվին يعني الامور عم بتبين صعبه علينا لانه نحن ما عم نعيش بجرأه ايمانيه انور امر հավատքով ընդունիլ շատ կարևոր է فبالتالي كثير ضروري ان نكون عم نستقبل بالايمان مريم صاف كو صادق بس توغ لا انزي مريم قالت ليكن لي كقولك هاي هافاتكي
զորությունը, ընդունելությունը բոլոր մարդկային դգարությունները մարեց. هل القبول بالإيمان طفى كل ضعفات البشرية؟ Եվ եթե նկատեք սիրելիներ, հավանաբար զրույցի ադեն 1 վարգյան չեր անցած իր դգարությունը ներգայացնելու բահը եւ վերջին բաժինին ասելը. وإذا بتلاحظوا بحديثة مع الملاك يمكن ما مرق ولا حتى دقيقة بين الوقت اللي هي أعلنت عن ضعفها ونهاية الموضوع وشو أعلنت بالآخر. إنش بس بدي أنا ما سجى يس أمو سينشوني ميا فايلن قصير. عم تقول كيف لح يصير هالشيء أنا ما عندي رجل. رشتا قصاف يت تون استذوت سيركين مج تنسانيغا امم بان هنارينه الملاك جاوبه وقال اذا بتحط الموضوع بايدين الرب كل شيء ممكن يينك صاف هاسكنالوف كو سازيت بس تولاينزي وهي فهمت وقالت ليكن ليك قولك اسواز انش كسكيزي والرب شو عم بيقول لك الك تون انش سورفازس فوردير سازيكيزي همار انت شو تعلمت انه الرب قال لك دير այսքան ժամանակի մեջ ինչ խոսք ուղած է քո ինքնությանդ համար الرب شو حكي عن هويتك عن كيانك الروحي بكل هالوقت شو حكي عن جانكيت համար شو حكي عن حياتك ինչ խոսած է քո առողջությանդ համար شو متكلم عن صحتك ինչ խոսած է քո ընտանիքիդ համար شو متكلم عن عائلتك ինչ խոսած է քեզի شو قايل لك الرب ինչ կարդացած ես ինչ բաներ զգացած ես որ ասում քեզի համար է انت وعم تقرا او وقت اللي كنت عم تقرا الكتاب المقدس شو هي الامور اللي حسيت انها هي لك كاروزنر لسած ես كاروزنرու ընթացքին զգացած ես որ աս խոսքի ինձի է وبالاوقات اللي كنت تسمع فيها وعظات شو الامور اللي حسيت انه هالكلمه موجهه لإلي զգացած ես որ ասիկ քեզի գսվի وحاسس انه هالكلمه عم تتوجه لإلك بس هوانا بار վերջը չես կրծած արնեն ولكن بعدين نسيتها وما اخذتها أيصور سيكو سادزيت بس تغلينزي. ولكن اليوم قل له للرب ليكن لي كقولك. يمين شا سيغا قسيس اسمس بدي خجيف استاها باركو ورات ووچرو شاركما. وانت وعم تتكلم بهالشي لح تحس انه في يعني موانع كلمات لا كلها عم تهجم عليك. بورت ساروتيانت ووتشر جنشوم نير اساس بدي خوجين كوفرات كل الرفض كل اللا اللي جاي من اختباراتك رح يهجم عليك هوانا بار بدي اسكاس فور ايت هافاتكوف اردا هايدوتشونت ميتس تشناموتشوم مستغزتكو مارمينيت ميتش خختلو يغان بولورانور ورح تحس انه اعلان ايمانك هيدا كانه خلق عداوه بجسدك وجايين حتى يخنقوك مي هانس نفيرانور ما تستسلم له بروفيديف اس انيل تشنامين يريفانانيتس لانه الشيء اعلان الايمان هيدا هو اللي فضح العدو باهفداتس جيربوف غوزيركو جيان كت روتيني مفيرادزيل هو كان بده بطريقه مخفيه يحول حياتك لروتين بس اسيغا مشتخ فامانيتس ولكن هالشيء فضحه واخر سكسان كالمتشت بلشت مخاوف تطلع انشبس شادر انزي سادن انشبس شادر انزي سادن مثل ما كتار ايلين لي يس ايس بانن ميت كس هانك ستاتو تسيري ايلوز انه انا كنت مريح بالي بهالموضوع هانكي ستي اس بانن ايلوز شي يوزر كنت خلص مرتاح منه هما نورن انزي داك نوفر اريرتون وهلا رجعت انت زعجتني شي موزر نورن وساد اللال ما بدي ارجع انا كذا سي այս անձը որ մեկ համարսարանեն խոսեցավ هيدا الشخص من وين من اي منطلق او من اي تعليم عم بيحكي ան որ իրեն աստծո խոսքեն հագարակ մարզած է من العدو اللي عم بمرنه بعكس كلمه الله աստծո խոսքը بدي հրճագենք بدنا نعلن كلمه الله առանց դադամցելու بدون اي شك առանց երկու միտքի մեջ խաղալու بدون اي تقلقل որովհետև երբ ես այդպես խոսիմ աստված ադոր համացայն բիդի ընե լանո վաթը լե անա բտկալլամ բիսա ռաբ լահ յամիլ